Dengan nada sebat dan hibah, Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Idris Harun menggagalkan dirinya untuk membaca doa buat rakan seperjuangannya Allahyarhamah Datuk Nurul Kasnun dan Allahyarham Datuk Wan Muhammad Khairi Anwar Wan Ahmad yang terkorban dalam tragedi nahas helikopter AS-350 di Sarawak. ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقسم غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تغيث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغفر نزله ووسع مرحله وخصوصا إلى روحي المرحوم وادخل الأبواب والحمام وأصوله وبروه ومن ينتسب إليه أجمعين اللهم انقلهم من ذيك دبر والنهور إلى جنتك الجنة القلوب إلى سبيل المردود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا الله يا تهان كمي Kau cucurilah rahmat ke atas saudara kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kau masukkanlah alarham saudara kami ini ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kau ampunilah segala dosanya, ya Allah. Amin. Amin, ya Allah. Amin, ya Rahman. Amin, ya Rahim. Amin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Amin. وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وأشكر الله من الحمد لله رب العالمين تقبل الله Melalui catatan di laman Facebooknya, beliau turut menguruskan jenazah Allahyarham Datuk Wan Muhammad Khairi Anwar di Pangkalan Udara Kuching sebelum diterbangkan ke Ipoh. Beliau turut mendoakan semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman.